قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأنه لم يلحق ضرر بالمفاعلات في محطة زاباروجيا النووية. وخلال مؤتمر صحفي أشار جروسي إلى أن طاقم العمل الأوكراني لا يزال يدير المنشآت النووية في حين تسيطر القوات الروسية على المنطقة. تم تعرض إحدى المحطات للخطر. طبعا نحن محظوظون أنه لم يكن هناك أي صدور أو إشعاعات، وطبعا إن سلامة المفاعلات طبعا بنفسها لم تتأذى، ولكن نحن نتوافق جميعا على هذه المبادئ، وطبعا الكلمات يجب أن يكون لها معنى ويجب أن نعمل بهذا الإطار. وبالنسبة لنا الآن حان وقت التصرف، يجب أن نقوم بشيء إزاء ذلك. وأنا طبعا تكلمت معكم بشأن أن أوكرانيا طلبت أو تقدمت بطلب للمساعدة العاجلة لنا، أو تقدمت لنا بهذا الطلب. إذن ما يحدث أمر بغاية الأهمية، والمخاطر التي قد نواجهها جميعا إذا ما استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه من دون أي تعزيز ومن دون أي إعادة تجديد للالتزام بهذه المبادئ. حبس العالم أنفاسه مع وصول العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى إحدى محطات إنتاج الطاقة النووية، وهي محطة زاباروجيا. موقف أصاب العالم بالقلق ومخاوف سيطرت على الجميع خشية حدوث ما لا يحمد عقباه. السلطات الأوكرانية أعلنت صباح اليوم أن القوات الروسية سيطرت على محطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوب شرقي البلاد، فيما لم يرصد أي تسرب إشعاعي بعد إخماد الحريق. وأوضحت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية أن القوات الروسية تسيطر على أراضي المنشأة النووية التي تعرضت لضربات روسية، كما أعلنت الوكالة أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي. وكانت أوكرانيا أعلنت أن القوات الروسية هاجمت المحطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زاباروجيا لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك، وأنه لم يحدث تغير في مستويات الإشعاع. هذا ويوجد في أوكرانيا 15 مفاعلا نوويا، وفي حال تعرض أي من المنشآت النووية لأي استهداف فسوف تتحول مناطق شاسعة في أوروبا وروسيا إلى مناطق غير صالحة للسكن لعقود قادمة. وفي أسوأ السيناريوهات قد تدمر الانفجارات أنظمة احتواء المفاعل والتبريد، مما يؤدي إلى إطلاق نشاط إشعاعي من قلب المفاعل، بما يفضي إلى كارثة أسوأ بكثير من كارثة فوكوشيما عام 2011.